نكمل تاني يا شباب، اللي هو الشيت الأولاني في الـ AC اللي هو Alternating Current. تمام، لما بيكون عندي wave form، تمام، اللي هي على صورة الـ expression بتاعتنا maximum sin omega t plus أو minus theta. تمام، أنا لو الـ angle عندي هنا بالـ positive يبقى ببدأ هنا اهوت من البداية هنا اهوت. تمام، لو الـ angle عندي بالـ negative فأنا ببدأ بعد الزيرو بقيمتها. تمام، من هنا فانا دايما بكتب الاكسبريشن ده على حسب البدايه، ايه بدايه الويف فورم بتاعتي من البوزيتيف ايدج بتاعتها. يعني لو ادي الويف فورم بتاعت الفولتج جاي بادئه من 50 يبقى اهي تبدا من هنا، والكارنت بادئه من 40 يبقى تبدا من هنا. تمام، والكارنت البيك بتاعتها 5 والفولتج البيك بتاعتها ايه 40. تمام، فانا عايز اشوف الريليشن بقى ما بين الويف فورم والويف فورم دي، لو هما منطبقين على بعض بيبقوا ان فيز. تمام، لكن هنا واضح ان في واحده متاخره عن التانية او واحده بدأ قبل التانية، فاحنا بنبص كده من الشمال هنا اهو. تمام، وبنشوف البوزيتيف ايدج بتاعت دي اهي، دي 50 دي بدأت الاول، يبقى الفي هي اللي بدأ الاول، بعد كده ايه الكارنت، يبقى الكارنت اتاخرت عن الفي. تمام، اي بتلاقي ال V، او اقدر اقول ان الفولت هو اللي سابق الكرنت، يبقى ال V هو اللي ليد ال اي. تمام، مسألة بقى نمبر 11 اخر واحدة في الشيت، اعطيني ويف فورم وبيقول لي اكتب لها الاكسبريشن. انا طبعا هي هنا البيك بتاعتها في البوستيف او في النيجاتيف هاف سايكل، تمام، 0.3 امبير، يبقى اكتب 0.3. طبعا الفانكشن اي اوف تي، يبقى اي اوف تي ايكوال 0.3. الويف فورم دي ايه، ساين ولا كوزاين؟ والله هي تعتبر ساين بس متشفتة ايه بكام درجة، يعني لو ساين كانت بدأت من هنا اهوت اللي هو البوزيتيف ايدج بتاعتها دي، تمام، كانت بدأت من الزيرو، لكن هي ايه كأنها ساين ويف بس بادئة منين، من الانجل دي. طب هو عطاني الانجل من هنا لهنا باتنين باي على تلاتة، اتنين باي على تلاتة دي ليه انجل بالريديان عشان احولها لديجري، يبقى اضربها في كام، في 180 على باي، هيطلع لي 120 درجة، يبقى كل الجزء دي 120 درجة. طب ما احنا عارفين الايه الجزء البوزيتيف او النيجاتيف كله على بعضه 180 درجة، يبقى 180 ماينس 120 يديني كام درجة انا اهوت، 60. تمام، يبقى هي ساين عادية ساين اوميجا تي، بس هي لازم بيبقى متشفتة بانجل، يبقى بالماينس 60 عشان بدأ متأخرة عن الزيرو هنا، تبقى ماينس 60. تمام، يعني أرجو تحل الإكزامبل الويف فورم اللي جنبيها في الشيت وبعتها لي، حتى ولو حد عنده أي سؤال يسألني، وأي سؤال في مخك يعني اسألني عليه، مفيش مشكلة. شكرا يا شباب، ونلقاكم في الدرس الجاي بقى.